بسم الله الرحمن الرحيم. بنتكلم على الماسلز بتاعت الليج، وقلنا الليج عبارة عن 3 كومبارتمنتس. ايه 3 كومبارتمنتس بتاعت الليج؟ عندي anterior compartment، وعندي posterior compartment، وعندي lateral compartment. الساي كان فيها 3 كومبارتمنت برضك، anterior و posterior و medial. الليج 3 كومبارتمنت، anterior و posterior anterior ولاترال. النيرف سبلاي بتاع المسلز كل كومبارتمنت ليه نيرف سبلاي. الانتير كومبارتمنت نيرف سبلاي بتاعه اسمه دي بيرونيال، كلمه بيرونيال يعني فيبيولا. اللاترال كومبارتمنت النيرف سبلاي بتاعه يا اشقوش اسمه سوبرفيشيال بيرونيال، وكلمه بيرونيال يعني فيبيولا. اما البوستيرو كومبارتمنت النيرف سبلاي بتاعه اسمه تيبيال. طب تعالوا مع بعضينا كده نشوف. بالظبط، يبقى سوبرفيشال وديب برونيال نيرفز وتيبيال نيرف. ايه الماسلز اللي موجوده في الفرونت بتاع الليج؟ عندنا وي هاف فور ماسلز. الفور ماسلز اسمهم ايه؟ اول عقرب اللي هي الاخضر اسمها تيبياليس انتيريور. اسمها ايه؟ اسمها تيبياليس انتيريور. وعندي عضله واصله للبيكتو، ولازم نتفق مع بعضينا ان من قدام دول اكستنسور ومن ورا دول فليكسور. العضلات كلها اللي قدام هما اكستنسور. العضله الخضراء دي اسمها تيبياليس انتيريور، الزرقاء اسمها اكستنسور هاليسز لونجاس. هاليسز او الناس ساعات بينطقوها هاليشز زي بوليسز وبولشز. كلمة هاليسز يعني واصلة للبيك تو، للصباع الكبير. اسمها اكستنسور هاليسز لونجاس او اسمها اكستنسور هاليشز لونجاس. وعضلة واصلة لبقية الصوابع، العضلة دي اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجاس. ديجيت يعني صوابع، ولونجاس ال 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 يبقى لونجاس اللاترال فورتوس. والعضلة الرابعة والأخرانية اسمها برونياس تيرشيس. كلمة برونياس يعني فيبيولا، أما تيرشيس يعني رقم ثلاثة. يعني الثالث عضلة شلت الاسم ده. إن شاء الله كمان ربع ساعة ثلث ساعة هناخد إن في عضلة اسمها برونياس لونجاس، في عضلة اسمها برونياس بريفيس. فدي ثالث عضلة شلت كلمة برونياس فسميتها برونياس تيرشيس، يعني ثالث عضلة شلت الكلمة دي. يبقى ما هي المسلز بتاعت الانتيريور كومبارتمنت؟ وي هاف فور مسلز، ذي ار نيمد تيبياليس انتيريور. عضله اسمها اكستنسور هاليسز لونجاس، الصباع كبير. اكستنسور ديجيتورام لونجاس، يبقى ده لاترال فورتوس. برونياس تيرشياس، يبقى تالت عضلة شاف كلمة برونياس، وكلمة برونياس يعني فيبيرا، تيرشياس يعني رقم ثلاثة الثلاثية ذا ثيرد. برونياس لأن في برونياس لونجاس وبريفس. يبقى عندنا أربع عضلات. النيرف سبلاي بتاعهم كلهم واحد اسمه ديب برونيال نيرف. يبقى المسلز بتاعت الأنتيريور كومبارتمنت النيرف سبلاي بتاعهم اسمه إيه؟ اسمه ديب برونيال نيرف، اللي هي المسلز دي. اول عضله اسمها تيبياليس انتيريور، والعضله اللي بعدها اسمها اكستنسور هاليسز لونجاس، وبعدين عندنا عضله اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجاس، والعضله الرابعه اسمها برونياس تيرشياس. يبقى أربع عضلات
موجودة في الانتيريور كومبارتمنت. تعالوا نبص على الاورجن بتاعت العضلات. عضلة طالعة من التيبيا والثلاث عضلات اللي باقيين طالعين من الفيبيولا، طالعين من الانتيريور سيرفيس بتاع الفيبيولا. العضلة اللي طالعة من التيبيا اسمها تيبيالس انتيريور. دي طالعة من اللاترال سيرفيس بتاع التيبيا. بين التيبيا والفيبيولا عموما دي ممبرين اسمه انتروسيس ممبرين، فكل العضلات دي برضه بتاخد من الانتروسيس ممبرين. زي بين الريدجز والالنا كان في ممبرين اسمه انتروسيس ممبرين، بين التيبيا والفيبيولا كان في ممبرين اسمه انتروسيس ممبرين. يبقى دي عظمه التيبيا اهي. الميديال سيرفيس على التيبيا محسوس تحت الجلد وماسكه فيه من فوق الاس جي اس. اللاترال سيرفيس فاضي، فالعضله بتاخد من اللاترال سيرفيس بتاعت التيبيا. يبقى الاوريجن بتاع التيبيالس انتيريور طلع من اللاترال سيرفيس بتاع اللي هو الشافت اوف تيبيا، طلع من اللاترال سيرفيس بتاعت التيبيا. يبقى التيبيالس انتيريور طلع من اللاترال سيرفيس بتاعت التيبيا. بقيه العضلات اللي موجوده عندي كلهم طالعين من عظمه الفيبيولا على وزن ربع ربعين ثلاث ارباع. من الربع التحتاني من اللور كوارتر ده الاورجن بتاع البرونياس تيرشيس. من الربعين اللي موجودين في الوسط الميدل تو فورث الاورجن بتاع العضله اللي اسمها الاكستنسور هاليسيس لونجس. من الثلاث ارباع اللي فوق من الابر ثري فورث الاورجن بتاع الاكستنسور ديجيتورم لونجس. يبقى ما هو الاورجن بتاعت العضلات؟ عضلة طالعة من التيبيا وثلاث عضلات طالعين من الفيبيولا. الثلاث عضلات طالعين من الفيبيولا على وزن ربع ربعين ثلاث ارباع. من الربع التحتاني البرونياس تيرشيس. من الربعين اللي في الوسط الاكستنسور هاليسيس لونجس. من الثلاث ارباع اللي فوق الاكستنسور ديجيتورم لونجس. الهاليسيس لونجس والديجيتورم لونجس متداخلين في الاورجن شويه مع بعضهم. يعني في حته من الاورجن عاملين فيوجن توجذر. يبقى ما هو الاورجن بتاعت العضلات؟ عضله طالعه من التيبيا وثلاث عضلات طالعه من الفيبيولا. العضله طالعه من اللاتر سيرفيس التيبيا اسمها تيبيالس انتيريور. والثلاث عضلات اللي طالعين من الانتيريور سيرفيس بتاع الفيبيولا كانوا طالعين على وزن ربع ربعين ثلاث ارباع. من الربع التحتاني البرونياس تيرشيس. برونياس تيرشيس تالت عضله شكلت الاسم ده يبقى اسمه برونياس تيرشيس. من الربعين اللي في الوسط العضله اللي اسمها اكستنسور هاليسيس لونجس. من التلات ارباع اللي فوق عضله اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجس. يبقى ما هو الاورجن بتاعت العضلات؟ عضله طالعه من التيبيا فقط اسمها تيبياليس انتير. وتلات عضلات طالعين من الفيبيولا. من الربع التحتاني اللي هو الكوارتر البرونياس تيرشيس. من الميدل تو فورث تبقى الاكستنسور هاليسيس لونجس. من الابر تو ثيرد من الابر ثري فورث يبقى ليه الاكستنسور ديجيتورم لونجس. يبقى من الربع التحتاني برونياس تيرشيس. من الربعين اللي في الوسط يبقى الاكستنسور هاليسيس لونجس. ومن الثلاث ارباع اللي فوق الاكستنسور ديجيتورم لونجس. يبقى ان شورت عضله طالعه من التيبيا وثلاث عضلات في الباقيين طالعين من الفيبيولا. اللي طالعه من التيبيا اسمها تيبيالس انتيريور. اما الثلاث عضلات اللي باقيين عضله اسمها برونياس تيرشيس، عضله اسمها اكستنسور هاليسيس لونجس، عضله اسمها اكستنسور ديجيتورام لونجس. طب ده الاورجن بتاعت العضلات. امال الانسيرشن بتاعت العضلات عاملين ازاي؟ الانسيرشن بتاعت العضلات التبيالس عكس الفيبيولاريس اللي هي البرونياس. البرونياس دي بعد كده بيكتبوها فيبيولاريس. التبيالس ماسكه في العظمتين دول لسه حالا قايلينهم عظمه اسمها كيميديال كيونيفورم.
وعظمه اسمها البيز اوف فيرس ميتوكاردال فور. فاكرين انا كنت لسه بقول ان في ثلاث كتاكيت، الكتكوت الاول اسمها ميديال كيونيفور والبيز اوف فيرست ميتاكارديال بون او العظمتين دول، يبقى ميديال كيونيفور والبيز اوف فيرست ميتاكارديال بون. عكسها العضله اللي اسمها البرونيا ستيرشس، دي ماسكه في البيز بتاع الفيفث ميتاكارديال بون. يبقى انا عندي عظمه ماسكه في البيز بتاع الفيرس ميتاتارسال بون ناحيه الصباع الكبير، وعضله ماسكه في البيز اوف فيفث ميتاتارسال بون يبقى ناحيه الصباع الصغير. اللي ماسكه في البيز بتاع الفيرس ميتاتارسال بون كان اسمها تبيالس انتيريور، واللي ماسكه في البيز بتاع الفيفث ميتاتارسال بون اسمها برونياس ستيرشس. عكس بعضهم خالص. يبقى عندنا هنا التبيالس انتيريور ماسكه في الميديال كيونيفور والبيز اوف فيرس ميتاتارسال بون، البرونيا ستيرشس ماسكه في البيز بتاع الفيفس ميتاتارسال بون. العضله اللي اسمها الاكستنسور هاليسز لونجس، باسمها هعرف الانسيرشن. اكستنسور كالمعتاد سواء في الابر او في اللور. لما اقول عضله اكستنسور يبقى ماسكه في الدورسال سيرفيس. الدورسال سيرفيس يا بنات اللي موجود فيه النيلز دايما، اللي انتوا بتحطوا فيه المونوكير دايما. فلما اقول كلمه اكستنسور يبقى ماسكه في الدورسال سيرفيس ناحيه المونوكير، ناحيه الضوافر، ناحيه النيلز بتاعتي. هاليسز يعني بيك تو، لونجس يعني في الاخر، يعني بيز اوف تيرمينال فالانكس. يبقى اسمها بيدل على الانسيرشن بتاعها. لما اقول عضله اسمها اكستنسور هاليسز لونجس وانا مغمض كده الانسيرشن بتاعها معروف. اكستنسور يعني معناها ماسكه في الدورسال سيرفيس. هاليسز يعني بيج تو. لونجس يعني في الاخر، يعني بيز اوف تيرمينال فالانكس او بيز اوف ديستال فالانكس. اما العضله الاخرانيه اسمها اكستنسور ديجيتورم لونجس. اولا اسمها لونجس، ال ال لونجس يعني اللاترال فورتوس، الصوابع الاربعه اللي فاضلين. اكستنسور يعني دورسال سيرفس، ديجيتورم ما دام هتوصل للديجيت وناحيه الدورسال سيرفس، وزي ما اتعلمنا في الابر يبقى الاقي في حاجه مستنياها اسمها اكستنسور اكسبنشن. نفس فكره الابر مطبقه للور، اي حاجه غير الصباع الكبير الاقي العضلات ماسكه في حاجه اسمها اكستنسور اكسبنشن. اكستنسور اكسبنشن لللاترال فور توز، توز يعني صوابع الرجلين. يبقى ما هو الانسيرشن بتاعت العضله؟ اول عضله اسمها التبيالس انتيريور. التبيالس انتيريور ماسكه في الميديال كيونيفور الكتكوت الاول والبيز اوف فيرست ميتاتارسال بون. البرونيا ستيرشس ماسكه في البيز بتاع الفيفس ميتاتارسال بون. يبقى التبيالس انتيريور ماسكه في البيز اوف فيرست ميتاتارسال بون، البرونيا ماسكه في البيز اوف فيرست ميتاتارسال بون. العضلتين اللي فاضلين اكستنسور هاليسز لونجس، اكستنسور يعني ماسكه في الدورسال سيرفيس، هاليسز يعني بيج تو، لونجس يعني وصلت لغايه النهايه، يعني وصلت لغايه البيز اوف ديستال فالانكس، البيز اوف تيرمينال فالانكس. اما العضله الاخرانيه اسمها اكستنشن ديجيتورم لونجس، ال 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 يبقى لونجس وصل لغايه اللاترال فورتوز. اللاترال فورتوز بقت الصوابع، مش الصباع الكبير، اسمهم اللاترال فورتوز. طب هو وصل لاترال فورتوز بتلاقي اكستنسور اكسبنشن زي الابر بالظبط، ما في كان اكستنسور اكسبنشن، اللي هو في اكستنسور اكسبنشن على الصوابع. النيرف سبلاي والاكشن بتاعت العضلات دي هم اللي فيري امبورتنت. يعني انا ما بهتمش
في المسلز بتاع الانتيريور كومبارتمنت بالاورجن والانسيرشن. امال بيهتم بايه؟ بالنيرف سبلاي بالاكشن. النيرف سبلاي اللي موجود هنا اسمه ديب رونيال. يبقى النيرف سبلاي بتاع العضلات دي هو ديب رونيال نيرف. طب الاكشن بتاعت العضلات دي بتعمل ايه بقى؟ اولا نتفق مع بعضينا عشان نعرف نحفظ. عندي هنا نوعين من انواع المفاصل بيعملوا عضلات حركات مختلفة. المفصل الاولاني اسمه انكل جوينت، بيعمل الحركة دي، احرك الفوت ابورد او داونورد. لو حركت رجل لفوق اسمها ابورد، ولو حركتها لتحت اسمها داونورد. دي اسميها ايه في الاناتومي؟ اسمها فليكشن. واحد يقول لي انهي واحدة فيهم اللي فليكشن يا دكتور؟ الاثنين. الحركتين دول اسمهم فليكشن. يعني ايه؟ يعني لو حركت لفوق اسميها دورسي فليكشن، ناحيه الدورسم، ناحيه الضوافر. ولو حركت رجلي لتحت اسمها بلانتار فليكشن، يعني ببعد لتحت، بقف على طراطيف صوابعي زي ما اكون جاي اخر الليل كده ومش عايز ازعج مراتي، حرام ان انا ازعجها، فادخل على طراطيف صوابعي البيت. ده علشان طبعا وجعل بينكم موده ورحمه. انت ما تفهمونيش غلط يعني، بس تفهموا المواضيع غلط يعني. بس انا اخر الرجال المحترمين يعني. يعني ايه؟ كويس ما اعرفش. يبقى عندنا هنا، يبقى لو حركت رجلي لفوق اسمها دورسي فليكشن. لو حركت رجل لتحت اسمها بلانتار فليكشن. ده مفصل اسمه انكل جوينت، بيسمح بدورس فليكشن وبلانتار فليكشن. يبقى العضلات اللي موجوده عندي في المنطقه دي بتسمح يا بدورس فليكشن يا بلانتار فليكشن. كل العضلات بتاعت الانتير كومبارتمنت كلها 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 الاربع عضلات بيعملوا دورس فليكشن. الاربع عضلات اللي احنا خدناهم كلهم بيعملوا الدورس فليكشن، يعني بيرفعوا لي اللي هو الانكل اللي فوق. اتنين، تاني نوع من انواع الاكشن موجود هنا يا اولاد، تحت عظمه التيلس. التيلس اللي هي العظمه الاولانيه بتاعت تهاني كلب. تهاني، تحت تهاني في جوينت. بيسموه سب تيلر، يعني تحت التيلس، تحت تهاني. وده بيسمح بانفرشن وايفرشن. ايه انفرشن وايفرشن؟ انفرشن يعني اقلب رجلي لجوه، ايفرشن يعني اقلب رجلي لبره. يبقى انا عندي دلوقتي حركتين موجودين، دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. وعندي حركتين تانيين اسمهم انفرشن وايفرشن. اي عضله اسمها تبيالس بتعمل انفرشن، واي عضله اسمها برونياس بتعمل ايفرشن. يبقى لغايه دلوقتي يا دكتور تعالوا نعملها كده مقارنه، تبيالس وبرونياس الاثنين بيعمل الدورس فليكشن، مش الاثنين، الاربع عضلات كلهم بيعمل الدورس فليكشن. واي عضله اسمها تبيالس بتعمل انفرشن، يعني بتقلب الرجل لجوه. واي عضله اسمها برونياس بتعمل ايفرشن، تقلب الرجل لبره. لوكس لايك ريجل والالنر ديفيشن يعني، بس الرجل والالنر ديفيشن بيسموهم ادكشن وابدكشن. والرجل والالنر ديفيشن بتسمحوا في الريست جوينت، لكن الانكل جوينت ما بيسمحش غير الدورس والبلانتر فليكشن. يعني في اختلاف شويه ما بين ابر ولور. تالت اكشن يا ولاد، مينتين الارشز اوف ذا فوت. الكلمه دي كلمه كبيره قوي، arches of the foot. يعني ايه arches of the foot يا ولاد؟ كده بصوا
انا هعمل عملة سودا، مش ارتريز، لا انا بتكلم على الارشز. هعمل عملة سودا يا ولاد، ايه هعمل ايه؟ قررت النهارده اغسل رجلي، هتوضى مثلا، يا سلام. بعد ما اتوضى بقى اروح حاطط رجلي على الارض بدون سليبر، شبشب يعني، بيدعمكم يعني، هبقى حافي يعني، بيرفوتد يعني، هحط رجلي على الارض وارفع رجلي من على الارض وابص على الارض. لو انا بصيت على الارض لقيت المنظر ده اللي انتم شايفينه، يبقى انا كويس زي الفل. ايه المنظر اللي انا شايفه؟ مش كل الفوت طبعا على الارض، في بوينتس ما بتطبعش على الارض. ايه البوينتس اللي ما بتطبعش على الارض دي؟ اسمها ارشز اوف ذا فوت. ايوه، احنا ما بنسميهاش كيرفز يا يوسف، بقى بنسميها ارشز. يبقى الارشز هي بوينتس which do not touch the ground during standing. يبقى during standing بحط رجلي على الارض، مش كل رجل بتعلم على الارض، في اماكن ما بتعلمش، اسمها ايه؟ arches of the foot. طيب ال arches of the foot دي عباره عن ايه؟ عندي اتنين longitudinal arches. خدوا بالكم ده الكلام اللي انتوا هتاخدوه ان شاء الله باذن الله بكره في التي بي ال. عندي اتنين longitudinal arches وواحد ترانزفيرز ارش. يبقى عندي اتنين longitudinal arches وعندي واحد ترانزفيرز ارش. ايه الاتنين longitudinal arches دول؟ واحد موجود ميديال والتاني موجود lateral. واحد اسمه ميديال longitudinal arch، واحد موجود lateral اسمه lateral longitudinal arch، وفي واحد او اتنين موجودين بالعرض اسمهم transverse arches. يبقى لو انا رجعت الاول رسمه خالص وجاي ببص هنا، الاقي في arch موجود medial اسمه medial longitudinal arch، وarch موجود lateral اسمه lateral longitudinal arch، وارش او اتنين موجودين بالعرض arches. اي عضله اسمها tibialis بتعمل maintains للميديال longitudinal arch، واي عضله اسمها pronaeus بتعمل منتين للاترال لونجتيودينال ارش. لو انا جبت كده بقى وعايز اعقد مقارنه بريئه بين التبيالس انتيريور والبرونياس تيرشس، يا ترى بيعملوا ايه؟ كلاهما، مش العضلتين دول، كل العضلات اللي انا قلتها لغايه دلوقتي بتعمل دورسيفليكشن. يعني ايه دورسيفليكشن؟ يعني برفع الدورسم بتاعي لفوق. كل الاربع عضلات بتعمل دورسيفليكشن. اي عضله اسمها تبيالس وانت مغمض سمعت تبيالس في يوم من الايام بتعمل حين انفيرشن، يعني بتقلب رجل لجوه وبتعمل مينتينز الميديال لونجتيودينال. لو سمعت اي عضله اسمها برونياس وانت ماشي في الشارع على بعد 10 كيلو، اي عضله اسمها برونياس، اول ما تسمع كلمه برونياس بتعمل ايفيرشن، يعني تقلب رجل لبره، وبتعمل مينتينز لللاترال لونجيتودينال ارش. يبقى انا عندي دلوقتي عضلتين، واحده اسمها تبيالس انتيريور وعضله اسمها برونياس تيرشس. الاكشن الاولاني اللي الاربع عضلات هيعملوه، مش العضلتين دول، كلهم بيعملوا دورسيفليكشن. اي عضله اسمها تبيالس بتعمل ارشن لجوه وتعمل مينتينز للميديال لونجيتيودينال ارش. بونيس بتعمل ايفر
عشان يعني تقلب رجل بره إيز للاترال لونجينال آرش. الكلام ده مفهوم يا أولاد ولا الكلام صعب؟ صعب. في سبع لون وتراهم ينظرون وهم لا يبصرون. مركزين معايا ولا لا؟ ايزي. طيب كليب هاي. يبقى عندنا هنا ده اول عضلتين. تعالوا نشوف مع بعضنا يلا يا اولاد. بعد كده تعالوا نشوف مع بعضينا بقيه العضلات اللي هي موجوده. ايه بقيه العضلات اللي موجوده؟ الاكستنسور هالسس لونجس والاكستنسور جيتورام لونجس. لسه فاضل لنا عضلتين. اولا العضلتين دول بيعملوا لي دورسيفليكشن. احنا اتفقنا ان الاربع عضلات كلهم بيعملوا لي دورسيفليكشن. العضلتين دول بيعملوا لي دورسي فليكشن. يبقى العضلتين دول بيعملوا لي دورسي فليكشن. يبقى الاربع عضلات كلهم كانوا بيعملوا لي دورسي فليكشن. العضلتين اللي فاضلين اخدهم من اساميهم اكستنسور هاليسز لونجس. اكستنسور يبقى بتعمل اكستنشن. هاليسز معناها البيج تو. طب لونجس معناها اول جوينتس. يبقى الاكستنسور هالسس لونجس من اسمها بتعمل اكستنشن تو اول جوينتس اوف ذا بيج تو. طب عضله اسمها اكستنسور ديجيتورم لونجس. اكستنسور بتعمل اكستنشن. ديجيتورم يعني توز. والال ال لونجس يعني اللاترال. يبقى اللاترال فور توز. يبقى بتعمل اكستنشن تو اول جوينتس اوف لاترال فور توز. يبقى الاكشن سهل جدا. بيس اوف كيك. الاكشن سهل. التبيالس والبرونياس عملتهم في صوره مقارنه. كل العضلات بتعمل دورسيفليكشن. اي عضله اسمها تبيالس بتعمل انفيرشن ومينتينز الميديال لونجيتودنال ارش. اي عضله اسمها برونياس بتعمل ايفيرشن ومينتينز اللاترال لونجيتودنال ارش. اما العضلتين اللي فاضلين اسمهم اكستنسور ديجيتورم لونجس واكستنسور هالسس لونجس. من اساميهم بعرف اجيب الاكشن بتاعهم.
اكستنسور يبقى بتعمل اكستنشن. هاليسز معناها بيج تو، لونجس يعني طويله يعني شغال على كل المفاصل، يبقى بتعمل اكستنشن تو اول جوينتس اوف ذا لات اوف ذا بيج تو. اكستنسور ديجيتورم لونجس، اكستنسور بتعمل اكستنشن، ديجيتورم ال 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 يبقى اللاترال فور توز لونجس يبقى اول جوينتس، يبقى بتعمل اكستنشن تو اول جوينتس اوف لاترال فور توز. ده الصورة كولكتيفلي مجمعة الأورجن والإنسرشن والنيرف سبلاي والأكشن بتاع الأربع عضلات. وزي ما قلت لكم إن أهم حاجة بالنسبة لي في العضلات دي هي النيرف سبلاي والأكشن. سؤال هيطرح نفسه قبل ما نكمل في أي حاجة تانية، هل يا ترى يا دكتور أنت قلت إن في عضلة اسمها إكستنسور ديجيتورام لونجس، في عضلة اسمها extensor digitorum brevis؟ اه صحيح، في ما دام في لونجس يبقى في بريفس، بريفس يعني قصيرة. طب هل يا ترى لو في عضلة اسمها extensor hallucis longus يبقى في عضلة اسمها extensor hallucis brevis؟ اكيد، اذا في لونجس يا دانا يبقى في بريفس. فعلا في عضلة موجودة على الدورسم اوف ذا فوت شوت، العضله اللي موجوده على الدورسال اوف ذا فوت دي الاورجن بتاعها كانت طالعه من الكالكانيوس. العضله دي اسمها اكستنسور ديجيتورام بريفيس، بس الاكستنسور ديجيتورام بريفيس عملت عامله غير مسبوقه. ايه؟ وصلت للميديال فور توز. انا لسه قايل لكم حالا ان الاكستنسور ديجيتورام لونجس، اقول لكم ال 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 اللونجس وصلت للاترال فور توز. لا، الاكستنسور ديجيتورام بريفيس وصلت للميديال فورتوس. دي اول مره يا دكتور ما قلتهاش في الابر قبل كده، عضله عملت العمله السوداء دي. دايما نعرف ان الملك مالك، صحيح ان دايما نعرف ان العضله اللي واصله للبيك تو او الثامب غير بقيه العضلات فعلا، ولذلك اول سليب منها، اول عقله منها، اول قطعه منها دي اسم مخصوص اسمها extensor hallucis brevis. يبقى خدوا بالكم العضله دي عايز فيها تكتين، تكتين بالظبط. نمره واحد، العضله دي واصله لغايه الميديال فور توز، يبقى ده اول خط هتحطوه تحت العضله، مش لللاترال فور توز. ال 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 اللونجس هي اللي وصلت لللاترال فور توز، لكن البريفس وصلت لغايه الميديال فور توز، يبقى ده اول خط بناخده. تاني خط باخده ان الجزء بتاعها اللي وصل للبيك تو ليه اسم مخصوص، بيعتبروه عضله مخصوصه extensor hallucis brevis. يبقى في السلايد ده انا مش محتاج غير كلمتين بس طبعا، والنيرف سبلاي طبعا، يعني النيرف سبلاي هو الديب برونيال نيرف. يبقى بنسطر على كلمتين في السلايد ده اللي يهموني. ايه هما؟ ان الاكستنسور ديجيتورام بريفيس واصله للميديال فور توز، والفيرست سليب بتاعها القطعه الاولانيه بتاعتها اللي واصله للبيك تو ليها اسم مخصوص اسمها اكستنسور هاليسز بريفيس. يبقى الاكستنسور ديجيتورام بريفيس واصله للميديال فور توز، واول قطعه منها واصله للبيك تو اسمها اكستنسور هاليسز بريفيس. دي المسلز بتاعت الانتيرير كومبارتمنت. بقى لي عضلتين اقولهم في الميجر كومبارتمنت، سوري في اللاترال كومبارتمنت، وهقفل المحاضره. ودول عضلات سهله جدا. العضلات اللي موجوده في اللاترال كومبارتمنت اسمهم برونياس، برونياس لونجس وبرونياس بريفس. على فكره كلمه برونياس في بعض كتب تكتبها، وبالذات اللي هو التكست بوك اللي هي الامريكيه تكتبها فيبيولاريس، بس الاسم اللي مشهور عندنا في الاناتومي برونياس، برونياس او فيبيولاريس صح. برونياس لونجس، برونياس بريفس. برونياس يعني فيبيولا، واحده اسمها لونجس والثانيه اسمها بريفس. هقول بسرعه كده الاوريجن والانسرشن بتاعهم، ولو انه ما يهمنيش قوي الاوريجن والانسرشن. البرونياس لونجس طالعه من الابر تو ثيرد، والبرونياس بريفيس طالعه من اللور تو ثيرد اوف لاترال سيرفيس اوف فيبيولا.
ده يعني معناها الفيبيولا دي عظمه مهمه جدا، ده كل العضلات لغايه دلوقتي ماسكين كلهم في الفيبيولا. من قدام في 3 عضلات ولاترالي في عضلتين خمسه، التيبيا ما مسكتش فيها غير عضله واحده. اصل التيبيا بعيد عنكم ليها وظيفه اهم من كل الكلام ده. ايه هو؟ ترانسميشن اوف بادي ويت. لكن العظمه الاساسيه اللي ربنا خلقها فور اتاتشمنت اوف ماسلز هي الفيبيولا. يبقى من اللاترال سيرفيس بتاع الفيبيولا طلع عندي عضلتين، واحده اسمها برونياس لونجاس والثانيه اسمها برونياس بريفيس. البرونياس لونجاس طالعه من الابر تو ثيرد، والبرونياس بريفيس طالعه من اللور تو ثيرد اوف لاترال سيرفيس اوف فيبيولا، يعني مشتركين في الثلث الوسطاني، متداخلين في الوسط الثلث الوسطاني. الانسرشن البرونياس لونجاس تلف من تحت، يعني تلف من تحت الرجل وهي تمسك زي التبيالس انتيرير بالظبط في الميجر كيونيفورم والبيز اوف فيرس متتارسل بون، زي التبيالس انتيرير بالظبط، تنزل بس من تحت وتمسك في الميجر كيونيفورم والبيز اوف فيرس متتارسل بون. شايفين نازله من تحت عشان تمسك في الميجر كيونيفورم الكتكوت الاولاني والبيز اوف فيرس متتارسل بون. البرونياس بريفيس تمسك زي البرونياس تيرشس بالظبط في البيز اوف فيرست متتارسل بون. ايه ده؟ يعني البرونياس لونجاس بتلف من تحت وتمسك زي التبيالس انتيرير في الميجر كيونيفورم والبيز اوف فيرست متتارسل بون. البرونياس بريفيس زي البرونياس تيرشس تمسك في البيز اوف فيرست متتارسل بون. ورغم كل الكلام ده ما يهمنيش الاورجن انسرشن بتاعه. يهمني ايه؟ النيرف سبلاي والاكشن. النيرف سبلاي بتاع اللاترال كومبارتمنت اسمه سوبرفيشال برونيال نيرف. النيرف سبلاي بتاع اللاترال كومبارتمنت اسمه سوبرفيشال برونيال نيرف، يبقى العضلتين دول النيرف سبلاي بتاعهم سوبرفيشال برونيال نيرف. الاكشن العضلتين دول بيعدوا ورا الانكل جوينت، يبقى بيعملوا لي بلانتار فليكشن. دورسيفليكشن يعني لفوق، بلانتر فليكشن يعني لتحت. العضلتين دول بيعدوا ورا الانكل جوينت، يبقى بيعملوا لي بلانتر فليكشن. وزي ما انا قلت القاعده اللي قبل كده بتطبقها، اي عضله اسمها برونياس بتعمل ايفرشن، برافو اشقوش، اشقوش دي هي اشقوش فعلا. اي عضله اسمها برونيال بتعمل مينتينز لللاترال لونجيتودينال. هاي دي احلام. نفس الكلام اللي قلته في اي برونياس. اي برونياس بتعمل ايفرشن. اي برونياس بتعمل مينتين اللاترال لونجيتودينال ارش. الاكشن الاخير بتعمله برونياس لونجاس وما بتعملوش البرونياس بريفيس. البرونياس لونجاس يا ولاد معديه تحت الفوت. يعني بتعمل مينتين للترانسفيرز ارش. ده اكشن ليها خالص. بتاع البرونياس لونجاس. يبقى ما هو الاكشن بتاع العضلات؟ العضلتين بيعملوا بلانتر فليكشن. العضلتين بيعملوا ايفرشن. العضلتين بيعملوا مينتينز اللاترال لونجيتودينال ارش. لكن البرونياس لونجاس تتميز باكشن مش هتتميز بيها البريفس، معديه تحت الفوت. معديه تحت الترانزفيرز ارش. فالبرونياس لونجاس بتعمل اكشن ما بتعملوش البريفيس، بتعمل مينتينز للترانسفيرز ارش. البرونياس لونجاس بتعمل مينتين للترانسفيرز ارش. اي هوب ان احنا نكون فهمنا الكلام ده. هنقف عند النقطه دي وهنتقابل غدا ان شاء الله.